السينما وقدمت أفلاما عديدة. لا وجود للسماء يا ايها المسلمين. ولكن لما كل هذا الحب دفعة واحدة ولم يكن هذا تحفة؟ ألم يكن يكفيني أن أراك تقتل؟ أكان لابد أن أدرك أيضا أنك سوف تقتل؟ أيضا فيلم الأستاذ محمد الناوي مباشرة كان خير الحديث قبل أبدال حمطرة المخطور للفنانة النجمة السعيدة. لكن من قبل أعطيها المخطور أتمنى في المداخلات إذا كانت هناك مداخلات إن السؤال ما يزيدش عن 3 دقائق وإن التعقيب ما يزيدش عن 4 دقائق. أتمنى حتى بالنسبة للتعليقات إن ما يكونش في اعتراض من الأسئلة والاعتراض الصعب. شكرا لكم ومشكور للفنانة. حسيت أنا ليه موجودة بينكم النهاردة؟ طبعا في شوية معلومات بس أنا عايزة أصلحها، إن أنا عاملة 92 فيلم، يعني آخر فيلم أنا اتعرض لي فيلم 1-0 ده رقم 92 في حياتي، وأنا اتخرجت من المعهد سنة 83، لأن لما عملت فيلم العار مع أستاذي من أول الناس اللي قدموني الأستاذ علي عبد الخالق كان سنة 82، كنت لازلت طالبة، وكان الحقيقة بيساعدني جدا ويقعد جنبي إن أنا أروح المحاضرات الصبح أقول لهم أخروها ممكن تيجي بعد المحاضرات مش مشكلة أعملوا لها مشاهدها متأخرة، بما إني كنت عيلة صغيرة ما عملولهاش حساب فممكن يجيبوني من الصبح وأشتغل آخر اليوم. فالحقيقة بفتكر دلوقتي وبشكر الأستاذ علي عبد الخالق لأنه من أول المخرجين اللي تبنوني في السينما، واشتغلت معاه فيلم كبير جدا العار في المناجح مع أساتذة ونجوم كبار وكاتب كبير وطبعا مخرج كبير، فكانت فرصة ليا إن أنا الصغيرة دي تظهر وسط العمالقة وتوالت الأعمال بعد كده. يمكن أكتر حد أنا اشتغلت معاه الأستاذ علي، عملنا مع بعض حوالي 5 أفلام أو 6 أفلام، وعملنا كمان مسلسل نجمة الجماهير. سعيدة بوجودك يا أستاذ علي النهاردة. طبعا فكرة ان انا بتكرم، انا طبعا فاهمة انه عن مجمل اعمالي، يعني وايه اصل التكريم يبقى بالدور اجيال بتتكرم لغاية لما خلاص وصلوا للجيل بتاعي، فمن الطبيعي انها بتتكرم. لكن الحقيقة التوقيت ومعرفش والصدفة او المقصود انه يبقى السنة دي بالذات، انه بعد 30/6 في سنة 2013، انا بالنسبة لي ده تاريخ مهم جدا. يعني انا اعتقد لو التكريم ده كان السنة اللي فاتت انا ما كنتش حضرته، مش كنت رفضته، ما كنتش هبقى سعيدة ان انا اكرم ابدا في ظل وجود الاخوان. انا عندي طبعا موقف خاص تجاهه، لان بالنسبة لي السنة دي كانت سنة كبيسة جدا جدا. هي بدأت معايا بان انا ما كنتش في البداية بدافع عن نفسي، لان في الاول ما كانش في اي ادانة ليا. لكن انا الحقيقة سمعت ناس كتير كانت بتتطاول على اساتذة كبار جدا وعمالقة ورموز دينا في الثقافة وفي الفكر وفي الفن. في الحقيقة ما كنتش مصدقة ان الكلام ده انا بسمعه عادي كده في الاعلام وعلى شاشات التلفزيون. وكان في حملة منظمة ضد الفن بدأت بأول حد حصل تطاول عليه أستاذنا العظيم الأستاذ نجيب محفوظ صاحب جائزة نوبل، اللي المفروض إن إحنا مصر تتمنظر على العالم كله إن عندها نجيب محفوظ، إن ده ابن مصر. فلما يحصل تطاول عليه من ناس هم بالنسبة له ولا شيء، يعني مش هقول لفظ آخر، ولا شيء، ومحدش يتصدى ومحدش يتكلم، كان بالنسبة لي غريب قوي. سمعت بعد كده تطاول حصل على نجم كبير عادل إمام، ده نجم نجوم مصر، على فنانة ملتزمة جدا زي هالة فاخر، دي ست كمان محجبة وليها أدوار خاصة جدا. فحسيت إن المسألة في حملة منظمة على الفن، ف
فطلعت في احد البرامج واتكلمت عن ده وهجلت ده جدا، ان ازاي في ناس موجوده على الساحه ومسموح لها انها تطلع كده في الاعلام وفي الفضائيات وتطلع تهين رموز الفن والفكر والثقافه، وان انا رافضه هذا الوضع، وان انا شايفه ان الناس دي مش هتكمل سوا. فطبعا كان شيء انا دلوقتي بفتكر ده كان زي ما يكون تنبؤ ان هو سنه بالظبط والناس دي كلها باكملها مشي. بس انا قلت ده في برنامج كان بعد تولي محمد مرسي الحكم يمكن باسبوعين ثلاثه، لان هو تولى قبل رمضان بحاجه بسيطه، والبرنامج ده كان في اول رمضان. فطبعا هم اعتبروا ان ده شيء من يعني تطاول مني كبير ان انا اقول الناس دي مش هتكمل سنه معانا. وقلت كمان ان انا مش خايفه منهم ولا خايفه على الفن، لان احنا بنحب فننا ومؤمنين بيه، وفننا ليه رساله عظيمه وفن هادف ومحترم، ما عندناش شيء نخجل منه، فاحنا هنستمر فيه. كان السؤال ليا من المذيع ان هل الفن هيستمر ولا في ظل وجود الاخوان واحنا في تيارات اسلاميه مسيطره ان احنا يعني مش هنقدر نشتغل او هنقدم نوعيه معينه حسب ما هم يوجهونا. وكررت لي طبعا ان احنا مش ممكن نرضى واحنا هنقدم فننا زي ما احنا عايزين ومقتنعين، لان احنا شايفين ان اللي احنا بنقدمه ده شيء عظيم وهادف. ومصر يعني عمر السينما المصريه اكتر من 100 سنه، مش هيجوا دلوقتي يقولوا لنا ايه الصح وايه الغلط في السينما. فانا طبعا قلت يومها يعني ان انا هحمل على عاتقي الدفاع عن كل اهل الفن، لان انا الحقيقه انا بحب مهنتي جدا، انا بحب السينما قوي، والسينما فعلا خيرها عليا وهي اللي عملتني. ما عنديش حاجه في حياتي ممكن احبها اكتر من السينما وفني، انا عمري كله فيه. انا بدات امثل وانا عمري 17 سنه، انا يعني قبل ما ابتدي ابقى فنانه مش فاكره حاجه من حياتي، يعني كانت ما عنديش حاجه ممكن اذكرها. انا بدات احس ان انا كيان ولي قيمه، وان انا ممكن يبقى ليا مكانه في مجتمعي، وان انا اقدر اخدم الناس، وان انا بعمل شيء ليه رساله وشيء عظيم من اول ما دخلت الفن. فانا عمري كله في الفن. وعلى فكره ما قالوا بقى لي 20 سنه سينما، لا الحقيقه هم 30 او واحد يعني اكتر شويه، هم 2 بالظبط بقى 31 سنه سينما. فانا عمري كله في السينما، والسينما دي اللي عملت لي كل حاجه حلوه في حياتي. فطبعا من الطبيعي ان انا ادافع عنها وكل قوتي. فانا حسيت ان في تطاول، لما يبقى في تطاول على السينما والمفكرين والمثقفين، ده تطاول على مصر شخصيا، لان ده من اهم الاشياء اللي تمتلكها مصر وتميزها عن الدول الاخرى، ان احنا بلد ليها عراقه في الثقافه، يعني حضارة طويلة وثقافة وسينما من أقدم البلاد في السينما. فلما يحصل تطاول على الشيء الجميل اللي في حياتنا اللي بيميزنا، يعني ده تطاول على مصر. فأنا حسيت إني مش ممكن أقبل ده. وطبعا لأن أنا اعترضت فحصل تطاول عليا أنا شخصيا، وتطاول الحقيقة بشكل غير محترم تماما. والحمد لله انا مش هوطيك في الحكايه، انا ربنا جاب لي حقي، والقضاء العادل في مصر جاب لي حقي، وهذا الشخص اللي تطاول عليا وعلى فكره على كثير جدا من الزملاء والزميلات نجوم مصر ونجماتها الكبار، مش مهم عيد الاسماء تاني لان هم عايزين الموضوع طبعا يتنسي. هم كان رايهم انه ما يرفعوش قضايا، ما يتكلموش في الموضوع على اساس الموضوع يموت ويتنسي، وان انا لما اتكلم فيه انا بدي لهذا الشخص شهره على حسابي. والحقيقه ده حصل، هو اتشهر جدا في مصر وفي الامه العربيه كلها على حسابي، لكن انا طبيعه شخصيتي انا ما اعرفش يعني اسكت على حقي، ما اتعودتش على ده، دي طبيعه شخصيه. وبعدين مش حقي بس على حقي وحق فني اللي هو اهم مني انا حتى انسانيا، فما كانش ينفع السكوت. هو البدايه في اول قضيه اتحكم عليه سنه سجن، فانا حسيت ان انا جبت حقي وحق كل النجوم والنجمات اللي تعرضوا للهجوم من هذا الشخص واللي معاه طبعا. و
بعدها كمان رفعت 3 قضايا واتحكم عليه 5 سنين. يعني هو دلوقتي في السجن بيقضي 6 سنين سجن بسبب الاهانات اللي توجهت للفن واهل الفن. فانا حاسه ان ده فعلا انتصار لينا كلنا، وان فعلا ربنا جاب لنا حقنا، ودلوقتي مش بس جاب حق الفن لكن جاب حق مصر كلها، ومصر رجعت لينا بقوه. ويمكن ده انا حسيته قوي يعني وانا موجوده في وسطكم امبارح، ومن 3 ايام وانا موجوده في حفله 6 اكتوبر بدات احس ان كل شيء في ملامحنا اتغيرت، وجوشنا رجعت تضحك ورجعنا نبتسم. انا كنت حاسه ان مصر في حاله حداد، يعني بقى لنا مده كبيره في حاله حداد، واخيرا قلعنا السواد وقلعنا لبس الحداد، ومصر بتحتفل ان كمان وجود المهرجان. وانا شايفه ان في تحدي عظيم، وانا بشكر اداره مهرجان اسكندريه على هذا التحدي وعلى تواجدهم في الوقت اللي مع الاسف المهرجان القومي اجل مهرجانه، يعني ومهرجان القاهره السينمائي تاجل او الغى السنه دي. انا نفسي كل المهرجانات تتوجد وعجله الحياه تستمر في مصر. خلاص ننسى اللي فات وننسى الاحزان، نفكر في بكره، وعايزين نبني بكره، عايزين نبني بلدنا، عايزين كل واحد يشتغل كويس في مجاله ويعمل اللي بيتمناه للبلد. يعني الفنان لازم يبقى عايز يقدم احلى فن عشان مصر وعشان اسم مصر وعشان نستعيد الرياده حقيقه، يعني في السينما وفي الثقافه وفي كل المجالات. اللي بيشتغل في كل مهنه غير الفن عايزين كلنا نشتغل فعلا ونمشي عجله الانتاج ونفكر في بكره. وانا متفائله باللي جاي، يعني الشعب اللي عنده هذه الاراده القويه اللي احنا شفناها يوم 30/6 والملايين اللي نزلت اكتر من 30 مليون ده شعب فعلا فراعنه، يعني لما يكون عنده اراده قويه جدا تزلزل الجبال، وشعب قوي جدا. فانا متفائله بكره وباللي جاي، وبشكل خاص بالفن اللي انا بعمل فيه، متفائله جدا بالسينما المصريه. وانا واحده من الناس اللي مستعده تعمل اي حاجه عشان السينما المصريه. انا انتجت وخسرت، انتجت فيلم خالتي الفوزية سنه 2009، والفيلم نجح فنيا جدا، يعني نقاد كتبوا عنه احلى كلام، شارك في 23 مهرجان، فيلم اخذ 17 جايزه، انا اخذت من خلال الفيلم 11 مره احسن ممثله في مهرجانات عديده، لكن انا ما كسبتش ماديا لكن كسبت ادبيا، وحسيت ان حتى لو خسرت لكن انا برد للسينما جميلها عليا، يعني ما انا اي فلوس معايا اي فلوس ربطها انا واخدها من السينما فبردها للسينما، والسينما جميلها عليا. وانا يمكن من هنا النهارده اتمنى ان تجربه الانتاج ياخدها كل الفنانين، وان احنا نقف جنب بعض، يعني ممكن فنان ينتج كلنا نقف معاه نخفض اجورنا او ناجل اجورنا مثلا ناخدها لبعد ما ينزل الفيلم، المهم انه يعمل فن كويس، مش عايزين نعمل فن تجاري واستهلاكي فقط للتسليه والمتعه، دي مش السينما المصريه، عايزين نتكاتف كلنا عشان ننهض بيها. انا بعمل تجربه ان شاء الله انا داخله بعد العيد مباشره فيلم، ويعني معايا الحقيقه عمالقه من الفنانين وكلهم حابين جدا للسينما ومستعدين مش للوقوف جنب الهام شاهين في انتاجها لكن جنب السينما المصريه. ويمكن انا مش حابه يعني فكره الانتاج في حد ذاتها مش شغلتي، ولاني بعملها وانا عارفه اني مش هكسب وهخسر فلوس، واحنا في وقت يعني مش هنستحمل الخساره قوي. لكن انا فعلا كحب للسينما، وان احنا لازم نساهم، يعني لازم ما نقفش متفرجين. وانا بعرفش اكون سلبيه، يمكن برضو ده شيء في شخصيتي ان انا فايتر شويه، وان ما اعرفش اقف محل سر، ولما اكون مؤمنه بقضيه مؤمنه بفكره بدافع عنها بكل قوتي واشارك ان انا ازاي اجد حل للشيء ده. فانا ان شاء الله بعد العيد مباشره داخله فيلم اسمه يوم الستات، تأليف هناء عطيه اللي هي كتبت لي خالتي الفوزيه، ده تاني فيلم ليها، واخراج كامله ابو ذكري اللي انا عملت معاها اخر افلامي 1-0، والحقيقه برضو الفيلم يعني كان شيء مشرف جدا. يعني احنا هنا في 2010 2010 فيلم 1-0 اخذ 9 جوائز هنا في مهرجان اسكندريه، يعني انا
خدت جايزه اسمها جائزه التفوق والتميز عند دور 1-0، وكل العاملين في الفيلم، كل الممثلين والمخرجه والمؤلفه والمونتاج والتصوير، ما فيش اي جزئيه في الفيلم ما اخدتش جايزه. فبرضه كان من الافلام، والحقيقه كل مهرجان كان يخش ياخد العديد من الجوائز، وكان مفاجاه ان اخر جايزه انا طلعت استلمتها لهذا الفيلم كان في مهرجان في روسيا، في بلد اسمها تاتارستان. كان مهرجان للدول الاسلاميه في تاتارستان، وكانت الجايزه نمره 50. اعتقد ان ده رقم غير مسبوق، مش بس في تاريخ السينما المصريه، في تاريخ اي سينما. هو ليه 50؟ لانه مثلا في مهرجان الاسكندريه خد 8 جوائز ولا 9 جوائز، وفي المهرجان القومي خد برضه 8-9 جوائز، وفي جمعيه الفيلم خد برضه 7 جوائز، ومش عارفه ايه. فلما من مصر جوائز كتير، وسافر مهرجانات كتير جدا بره مصر كلها كان الفيلم بياخد فيها جوائز. لازم ولو يعني احد افرعه، يعني افرع الفيلم، يعني اي جائزه لينا، جائزه تمثيل، جائزه اخراج، جائزه سيناريو، المهم كانت الجائزه 50. والكلام ده كان يعني قبل، يعني في اواخر 2010. يعني كانت مصر قد ايه قويه، ان يعني ان فيلم واحد بياخد 50 جائزه. ونفس الفيلم ده احنا كنا موجودين في مهرجان فينيسيا، كان في وقتها 3 افلام. كنت سعيده قوي ان مصر موجوده بقوه في المهرجانات، يعني كان فيلم 1-0، وفيلم المسافر الاستاذ عمر الشريف، وفيلم احكي يا شهرزاد يسري نصر الله. فكان في سنه واحده في 3 افلام للسينما المصريه مشاركه في اكبر مهرجانات العالم. يعني هو فينيسيا وكانوا برلين، دول هم اهم مهرجانات العالم. فان مصر مشاركه في 3 افلام ده شيء الحقيقه كان شيء رائع وجميل. ومش قادره اقول لكم احنا اسره الفيلم كنا سعداء قد ايه واحنا بنحضر 3 افلام مصريه في مهرجان كبير من اهم مهرجانات العالم زي فينيسيا. انا نفسي ارجع ده تاني، يعني نفسي الكبوه اللي حصلت في السينما المصريه والوقفه اللي احنا وقفناها وحاله الحداد اللي عشناها بقالنا دلوقتي متعطلين عن الشغل 3 سنين، لا نرجع ونشتغل وترجع افلامنا قويه والجمهور يشجعنا ويشجع الافلام المحترمه وينزل يروح السينما وينجحها، مش بس يروح يشوف الافلام اللي هي للتسليه والمتعه فقط. يعني زي ما الجمهور بيطالبنا ان احنا نقدم فن راقي ومحترم، انا بطالب الجمهور ان ارجوكوا شجعوا الفن الراقي والمحترم. ما تبقاش المساله كلام بس، ما يبقاش الفيلم اللي فيه كوميديا وتسليه يجيب 20 مليون والفيلم المحترم يجيب في السينما مليون. ما هو انتوا اللي بتحركونا، يعني زي ما بتطالبونا وده حقكم علينا ان احنا نقدم لكم فن محترم وجميل، زي ما ده حقكم علينا، في واجب ناحيتنا، انتوا كمان واجبكم ناحيتنا تشجعوا الافلام اللي ليها قيمه. كنت بزعل قوي لما اسمع يتقال اصل ده فيلم مهرجانات وده فيلم تجاري هيجيب فلوس. طب وفيلم المهرجانات ايه عيبه؟ ليه ما يجيبش فلوس؟ او كونه فيلم مهرجانات معناه انه فيلم جيد على جميع المستويات، معناه ان في مخرج عظيم، في كاتب عظيم، في ممثلين كويسين قوي، ان كل شيء في الفيلم كويس. فهل انتوا رافضين ده؟ فانا اتمنى الحقيقه ان العقليه المصريه والاحاسيس المصريه اللي اتغيرت بعد 30/6، واحنا التجربه اللي مرينا فيها الكام سنه اللي فاتوا دول بتاعي غيرت من الشخصيه المصريه كتير. يعني بقينا اكثر عمقا واكثر خوف على البلد، فلازم فعلا نهتم ان اسم مصر يرجع عالي، واسم مصر دايما ان شاء الله يبقى عالي من خلال السينما المصريه. انا اطلت عليكم، انا عارفه ان انا رفايه، انا عايزه اسمع منكم واختار لكم. شكرا فنانة جميلة إلهام سليم. هو وجودك النهارده والاحتفال بيكي ووجودك في هذه الندوة من وجهة نظري بيحمل معاني كتير، يعني بيحمل معاني الانتصار وبيحمل معاني الحصول على الحق في النهاية، في نهاية الطريق لربما الحق وصاحب الحق والتصور. بيحمل معنى كل فنان ليه دور الرؤية ومنحاز لهذه دور الرؤية اللي دايما بيحط فيها الواقع في اعتباره، بيوصل في النهاية انه بيحب
بيحقق مكانه خاصة باحترام الفنان واحترام جمهور الفنان ده. أنا برأيي إن أحمد زكي الله يرحمه ما حققش المكانة بتاعته نتيجة كان عنده زاوية رؤية في كل اختياراته. أيضا غيره من الفنانين زي فاتن حمامة وغيرها حققوا مكانة محترمة مساحة على فريق حب الجمهور نتيجة هذا الاختيار. في اختيارات كنت أكثر احتراما من الكثير من الفنانات، وفي اختياراتك أيضا تنوعت ما بين المسرح وما بين التلفزيون وما بين السينما. وفي اختيارات حتى بالنسبة لعناصر الفن كونك أنت ما تكتفيش أن تكوني ممثلة، لكن كنت أيضا منتجة. وفي اختيارات الإنتاج كنت دايما تختاري أفكار قريبة من الواقع وأيضا تتعالجي فيها بعض المشاكل اللي كان المفروض يرفع عليها الضوء. بنشكرك وزي ما قلت إن وجودك وتكريمك في مهرجان اسكندرية كان اختيار موفق من إدارة المهرجان، وكان أيضا أنت تستحقيه نتيجة اللي أنت مريتي بيه خلال العام الماضي. هذه هي القضية الظالمة اللي ربنا في النهاية أصدر الحق ووصلك لهذه النقطة إن أنت تواصلي بصمود كبير إن أنت توصلي إن أنت تظهري براحتك في النهاية. ويكون ده مثال لكثير من الفنانات وكثير من الفنانين ان هم لا يجب ان هم يقفوا عند خطوه ان اي حد يوجه بيهم الكلمات بسبب بسيط جدا، لان الفن في النهايه هو كان مؤسس للافكار الدينيه. مع ظهور الرسالات كان قبل ظهور الرسالات كل القيم اللي موجوده في الاديان كانت موجوده اساسا في الفن. ليكي اولا الموقف اللي انا بشكرك عليه اللي انت فضلتي ثابته باقي الفنانين ما عملوش جرأتك وثقتك بنفسك وما غيرتيش رايك لما سالوكي على مبارك، يعني اجبتي باحترام وبامانه وبثقه. فانا عن نفسي بشكرك على هذا ان انت لم تتلوني ولم يلهمك اي احد، وفعلا كان رايك بصراحه كان قبل رمضان. ويمكن انا كل التبديل منك الشجاعه في رمضان بعد تولي مرسي شهرين بالظبط، انا اقتحمت عليه القصر وضربته وتم اختطافي مرتين واعتقالي مره وما خفتش بردك، وده كان للامانه بعد اصرارك، يعني ده امدني الاصرار والثقه وعملت قضيه له وما خفتش، وده للامانه كان لازم اعترف كان راجع ليكي. شجعتيني على ده. لا رجعتيني على الثقة ان الواحد ما يتراجعش على رأيه، ان انا ما تراجعتش على رأيي، فضلت مصرة لغاية وقتنا هذا. انا اسكندرانية بس انا اتولدت في القاهرة بقالي سنتين ونص، فانا بشكرك على هذا. اما للفنانة الجميلة إلهام شاهين اللي امتعتنا وما زالت تمتعنا بفنها العظيم الهادف، انا ما شفتش فيلم اقول ان هو نص نص. أنا ما بعرفش أجاوب، أنا اسمي هشام حلواني معروفة في مصر كلها مش في اسكندرية، إن أنا بنت اسكندرية، أنا معروفة عمري ما بجاوب. فحضرتك أمتعتينا ومتميزة، ونتمنى لك الصحة والعافية والسد عشان دول أهم حاجة ودايما في استعينة، وشكرا. يا ريت قبل سؤال بس تعريف الشخص بيقول اذا كان عنده النفض او التعقيد. مدام إلهام هبه الفيلم اللي اتعرض دوت اسمه عايز اقول ان هو انا اسمي حمدي متولي هو في التلفزيون وقال لي عايز الجزء الاذاعي دوت ده برنامج قديم جدا وده هنعتبره قليل من كثير، يعني البرنامج للاسف ان هو من اكثر من 10 سنين فعشان كده ما فيهوش الاعمال كلها بتاعت حضرتك، وده تعليق سامي الافريقي اللي هي توفيت من 2005 فالبرنامج قديم جدا. فيعني عفوا اذا كان في حاجات غير مكتمله بس انا قلت اقول المعلومه دي عشان ما تتعقبش عليها. مدام إلهام انا تعليق لو سمحت أنا بعتبرك فعلا شجاعة، وإذا كده تفكريني بنجوم أنتجوا في السينما في البدايات ماري كوين وآسيا والمجموعة دول أنتجوا عشان كانوا بيحبوا السينما. أنت بعد مشوارك الطويل ده في السينما من الثمانينات لحد دلوقتي دخلت الإنتاج
عشان بتحب السينما وقدمت ناس لحد دلوقتي ما جبتش دور زي ما بيقولوا الممثلين زي نور الشريف وغيره وغيره اللي بنتك عشان عاوز يلاقي نفس الدور. انت انتجتي عشان تلاقي نفس الدور ولا عشان السينما بتحبيه وبس؟ شكرا. قبل الاجابه لو سمحت الحديث الجمالي اللي هنا بس لو سمحت. طب اديني اجاوب يا سمير. يعني ما شاء الله الناس مع بعض. انا عارفه بقى سمير. انا نسيت اللي راح دلوقتي. هو انا بشكرك طبعا على سؤالك الجميل. بس انا الحقيقه انا هقول لك مثلا الفيلم اللي انا داخلاه جمل الستات. الفيلم فيه 10 نجوم ونجمات. يعني الفنان محمود حميده، الفنان فاروق الفيشاوي، احمد الفيشاوي، اياد نصار، احمد داوود، والستات نهي كريم وناهي السباعي وسماح انور وبدريه طلبه، المفروض ان شاء الله يبقى معانا الاستاذه كريمه مختار. وانا كل شويه كنت اتنقل في ادوار، يعني شويه شامله تقول لي انا ومالي نقل، يعني ادوار تصفق لاي سن. لا انت اعملي ليلى وهي شبيه، وبعد شهر تقول لا انت اعملي شبيه وهي ليلى. قلت لها ده معناه، وكل مره انا اقول لها اوكي، يعني انا مش بنتك عشان عايزه اعمل دور، بدليل ان انا عماله اتنقل بين دورين. لو انا بنتك عشان دور محدد، انا لا انا بنتك عشان عايزه اعمل الدور ده. انا بعمل اصغر دور في الفيلم. يعني كل الاسماء اللي انا بقولها دي ادوارهم اكبر مني. يعني مش عايزه اقول ده، انا عايزه الناس تتفاجئ لما تتفرج. الناس تقول الله تقول لها فين اللي هتجيبه؟ انا بعمل اقصر دور موجود في الفيلم. انا حابه الفيلم جدا. يعني احنا عاطيه بدل ما تكتبوني من مشهد نعمل قطعه فوزيه. وكانت كاتباني على دور معين اسمه ليلى. لما خلص الفيلم كتابه، وبعدين انا كنت اشتغلت بعد فتره توفيق مع كامله ابو زيد، فحصل التقالب ما بيننا، فعرضت عليها وهي حبت الفيلم، فقلت لها انا بعمل دور ليلى. قالت لي لا، انا شايفه ان دور ليلى ممكن تبقي عاديه بس شاميه ده غير المقبول. قلت لها اوكي فورا، يعني انا دور بيتكتب لي بقى لها سنه بتكتب لي. جات المخرجه قالت لي لا يا ريت تعملي الدور الاخر. وافقت فورا. يعني انا فعلا مش بعمل الفيلم عشان انا عايزه اعمل، يعني بدليل ان انا بعمل فيلم كل هؤلاء النجوم، وانت عارف عشان كل هؤلاء النجوم يوافقوا ان هم يشاركوا في عمل واحد ده مش سهل، لان عشان تعمل كاست بنجمين ولا ثلاثه بتبقى مشكله ان انت ترضيهم. لا، هي كل الادوار دي حلوه قوي عشان كده كلهم حابينها وعايزين يشاركوا في الفيلم. فانا احد الادوار الصغيره، لكن فعلا انا بوعد بفيلم. يعني اذا كنت انا فخوره باخر فيلمين اللي خدت الفوزيه اللي خد 17 جايزه، 1-0 اللي خد 50 جايزه، انا بقول ده قد الفيلمين 10 مرات. فانا ما اعرفش بقى يجيب لمصر ايه، يعني اتمنى يجيب لمصر، يعني ما بنحلم كده ان ناخد اوسكار احسن فيلم اجنبي. اتمنى ان انا اقدر اعمل ده لمصر، يعني ده منتهى حلمي. مهرجان هو نور اسكندريه. بنحتفل بتكريم نفسه عن مجمل اعمالها، ودي يعني اول مره ان شاء الله مع مجمل اعمالها. هناك عملت كتير قبل كده مهرجان اسكندريه. احساسك ايه المره دي؟ لا، كانت جوائز عن افلام، ما كانش تكريم. هو ده اول تكريم في مهرجان اسكندريه. انا اخذت جوائز كتير. انا اول جائزه في حياتي كجائزه دوليه اخذتها كاحسن ممثله عن فيلم ايام الغضب في بدايه الثمانينات، متصور تقريبا 84، يعني بداية الثمانينات. وبعد كده خدتها بقى كذا مرة، يعني خدتها سنة 96 عن فيلم عليه العوض، 97 دانتيلا، 98 الهروب إلى القمة. فمهرجان اسكندرية يعني ده من أكتر المهرجانات اللي أنا خدت فيها جوائز. 2010 آخر مهرجان كان احتفالية كبيرة، كل أبطال 1-0 وكل صناع الفيلم كلنا خدنا جوائز، ودوني جائزة التفوق والتميز عن فيلم 1-0. فخمس مرات أنا بطلع المسرح عشان أخد جوائز عن أفلام. بس النهاردة بقى التكريم عن مجمل الأعمال، فليه وقع مختلف أقوى وأجمل، لأنه يعني التكريم كلمة شكر على مشواري، يعني بيأكد لي أن أنا قدرت اعمل حاجه، اعمل بصمه في تاريخ السينما المصريه. قدرت من خلال فني ان انا اقدم فن جميل ممكن يسعد الناس وياثر فيهم. فبالتاكيد التكريم بيبقى ليه وقع مهم. احساسه ايه عندك قبل 30 يوم؟ قبل 30 يوم كنتش هاجي.
اي حاجه ما كنتش يعني ما كانش ينفع ان انا احتفل، اصل التكريم ده احتفال، ما كانش ينفع انا قبل 30 يونيو ان انا احتفل. انا كنت بشوف ان دي سنه يعني من السنين العجاف على مصر، انا بالنسبه لي كانت اسوأ سنه في عمري، فانا ببتدي من جديد استعيد حياتي واستعيد فني واستعيد بلدي واستعيد مصر اللي بجد كانت وحشاني من يوم 30 يونيو. فثورة 30 يونيو حقيقي دي ثورة عظيمة، الشعب المصري ده شعب جبار، يعني بإرادته يقدر يزلزل جبال، فرعنا بجد أقوية بجد، عندهم إرادة، عندهم لما بيتحمسوا الفكرة ما حدش يقدر يقف قصادهم، يعني طوفان. ف30 يونيو كان الطوفان اللي هيغير حياتنا ويبدلها للأحسن، ومتفائلة جدا، حاسة ان كل شيء جاي لمصر احلى. اسمها بقى وانا على المسرح. انتوا اكيد هتسجلوا برضو على المسرح ولا خليها بقى عشان اقولها على المسرح. اشكرك، ميرسي جدا.